دانيا جبت لنا موضوع كثير سبيسيال. شو انا كمان شيء مستوحى من النق بالعلاقات. النق على العلاقات اللونج ديستنس، يعني لما بيكونوا كل واحد عنده علاقه مع حدا ببلد مختلف، فكيف بتكون العلاقه؟ هلا في ناس عم بيتعرفوا على بعض لونج ديستنس، ما بيعرفوا بعض بيتعارفوا، وفي كمان كابلز بيكونوا عايشين سوا او عم بيتعرفوا على بعض في علاقه وبيضطروا ينفصلوا لحتى واحد يكمل درس او لحتى واحد يكمل شغل، يكونوا متزوجين او خاطبين. فبدي احكي انه في دائما مفهوم انه هول العلاقات ما بتنجح، بس لا، اليوم الخبريه الحلوه انه بينجحوا. ممكن تنجح. وامتى تنجح؟ بدي احكي بالاخص على الشروط. الغايب على العين هو غايب على القلب، هيك بيقولوا. بس في 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 مثل ثاني بيقول absence makes the heart grow fonder. يعني اللي هيدا الغياب بيخلي قلبك دائما بركان. لكن هدول بعض مواضيع حلقتنا لليوم، خلونا نكتشف باقيها. تفضل. رجعنا لكم مشاهدينا الاوفياء باش نتابعوا حلقتنا وبقيه فقراتنا لليوم. رجعنا لضيفتنا، كل مره نبرم ونبرم ونرجعوا لك. دانيا دبيبو بينضم لنا كمان. ملناش غيرها، ملناش غيرها. يس يس يس، اكيد اليوم بلا دانيا دبيبو. ايوه هيك، ما عملت هيك، خصوصا انه الموضوع اليوم كثير بيحمس. هيك رح نحكي شويه عن العلاقات العاطفيه ومدى تاثير المسافات بيناتهم، واذا هذا الشيء بسبب الجفا بين الكوبل ولا لا. كمان رح ينضم لنا جو برغوش، ما جبت لنا معك ولا شيء اليوم. بالعاده في سيربريز سيربريز سيربريز. ايوه كل شيء رح يطلع من القلب. جيب سيربريزات معنويه. معنويه خاصه هلا سمعت الحديث العلاقات المسافه البعيده. ما انت لك علاقه بالموضوع كمان، ما بدك تجاوبنا عليه مشان هيك. ولا من دونك ما بيمشي الحال. ما ناوي على الخير، بده ينزعلنا اياه. ثانية، كثير كابل بيتعرفوا بالانترنت في علاقات وكذا، وبس بيكون كل واحد فيهم من بلد، يعني كل واحد في بلاد، هذا الشيء بيزبط بالعلاقه؟ انت شو رايك؟ شو شايفه حواليك؟ في ناس عم تتعرف كل حدا ببلد وبيكملوا العلاقه وبعدين بيصير ارتباط رسمي وبعيشوا سعداء هابيلي ايفر افتر. ممكن في عندكم اكزامبلز؟ يمكن في حالات، في حالات حالات في انا عم شوفها عم تتكاتل هيدي الشغله، وخاصه لانه في وسائل التواصل صارت متطوره كثير. بس المشكله فيهم هول العلاقات انه بينقصهم كثير، يعني بيقولوا كثير ناس منهم واقعيين وما فيك تعرف الشخص 100%. هلا في مثل بيقول ما بتعرف الشخص على المضبوط الا لتعيش معه او تسافر معه. فهيدي اذا في علاقه اثنين عم بيتعرفوا على بعض لاول مره، ما شايفين بعض عن كثب يعني، او ظاهرين سوا، كثير ناقصهم شغلات، يعني ما بيشوفوا للشخص الثاني بكل المواقع بالحياه، لا بالشغل وكيف عم بيتصرف، لا مع عائلته، لا مع اصحابه، يعني بينقصها هول الشغلات، الا اذا كانت هالعلاقه تطورت، صارت في مده طويله لايك سنه سنتين، وكانوا عم بيصيروا يفوتوا بالتفاصيل الحياتيه، كل يوم بيدخلوا هيك باجواء بعض، هون ممكن تزيد البروبابيليتي انه تنجح هيدي العلاقه. وانا بسمع كثير ناس تعارفوا عن هالطريق وكملوا ونجحت العلاقه، وبعرف كمان كثير ناس بلشوا بهيك علاقه وما كملوا لما شافوا بعض، ولما يمكن عاشوا مع بعض هون بيدب المشاكل، لان ما بيعرفوا للشخص كثير. ما هن اثنين بس يصير في علاقه بصيروا عم بيجمعوا معلومات كل واحد عن حياة الثاني، مزبوط، وعم بيراقبوا التصرفات كل الوقت. هن اثنين عايشين بنفس البلد، ولما بدهم هيك يتعرفوا على بعض مرات كثير بفوتوا بالحيطان، او انه بيكتشفوا اشياء ما بحبوها، فممكن كثير تشفى. انا بصير بفوت بالبي سي تبعهم. اصعب اصعب هي لما بتكون العلاقه عن بعد، فيها هاللونج ديستنس بتكون كثير صعبه. كله من وراء هالتكنولوجيا، كله من وراء جو هو السبب. قديش صارت الناس هلا متعلقه اكثر واكثر عاطفيا بهالتكنولوجيا؟ شوف هني عملوا تاتش سكرين بس يو كانت تاتش ذا اذر بارتي. برافو عليك. بقى ما حق في قصص هيك، في قصص بالعكس، في قصص عن بعض لما بيبتعدوا بيختلفوا كمان. انا عم بقول لها قبل ما نطلع على الهواء، حتى لو كانوا بيحبوا بعضهم بس يصيروا على البعد، لانه كله عم بيصير تايبنج، ما في شعور، ما في اي شيء، في حدا مخبى ورا سكرين، ما في شيء. كمان بدها تدمر، مش حتقرب،
بس في كابل بيضطروا يعني مثلا بيكون الرجال مضطر انه يسافر للعمل يعني هيدي عم نشوفها كثير وهذا الشيء بيخلي العلاقه احنا عم نحكي عن التعرف عن بعد ولا عن اللي تجوزوا واضطروا انهم يبتعدوا نحكي على الاثنين اللي بيتعرفوا عن بعد هيدي فيها مخاطر كثير بس ممكن تزبط انا خبريتي لك جو سوري بس اللي بيكونوا بيعرفوا بعض وبينفصلوا لكل حدا عايش ببلد ثاني بصير الاحصاءات والدراسات تشير انه العلاقه كثير ممكن تنجح وما بتختلف كثير عن العلاقه لما بيكونوا اثنين سوا لانه فيها التكنولوجيا عم بتقرب مش ضروري بس يكونوا بالتكستينج هون اللي بينجحوا انا بضحك بالفيديو كانوا يحكوا بعض بضحك نسيت شغله شو انا تعرفتك لا وبعدك ساكت جو احكي لنا صراحة لا ما كانت هيك جربت اتعرف واقعيا ايه وجد علي سفرة طلعت على دبي ثلاث اشهر ايه بهي ثلاث اشهر قويت العلاقة عبر الوصف ايه وتجوزنا عندنا اولاد اه خير ما شاء الله تجوزتي صار عنده اولاد ظبطت خير ومثال عن جد خير ومثال لا بتعرف شو اللي بيساعد كثير بهول الشغلات لما بيكونوا اثنين عم بيحكوا عم بيتواصلوا عم بيشوفوا بعض يعني هلا الايفون في الفيس تايم بوجود السكايب عم بيكون عم بتشوفوا للشخص الثاني هلا امتى بيصيروا المسجز هولي والواتسابات حلوين وبيغذوا العلاقه لما بيكونوا كلمه ورد غطاها حبيبتي اشتقت لك انا باجتماع اشتقت لك قد ايه حلوه هاي هلا صارت معي برا مثلا انا ناطر بس شوفيني انا بحبك يعني هولي لمسات صغيره بتغذي كثير العلاقه للاثنين اللي اوريدي بيعرفوا بعضهم اوريدي وعايشين بعضهم بس اهم شيء بتعرفي لحتى ينجحوا هولي الشغلات بدهم يكونوا اثنين متفقين انه they are okay مع هيدا البعد يعني انت يمكن لما تعرفت على شريكتك كانت قابله انه تكمل العلاقه وعندك يمكن انت كان وقت محدد ثلاث شهور ايه لما بيكون في هيدي الرؤيه انه هيدي وقت ليميتد مثلا كثير بتخفف انه معلش هيدا وقت محدد بنقطعه وبنرجع بنشوف بعض لانه هول الاثنين اللي بيكونوا مثلا عايشين مع بعض وعم بيروح كل حدا بصير انه ببلد بيصيروا بيشتاقوا يعني. اكثر لبعض بالعكس مزبوط. يعني هيدا الشيء بيخلي العلاقه شفتي البعد مش جفا هون بيقولوا لك انه شو بيقولوا انا بعتقد العمر بيأثر والنضج النضج كثير بيأثر وقديش هن يعني ما يكون حدا من الطرفين حاسس حاله مظلوم ما عاد في روتين لانه بالحياه كمان مش مثل ما شخص تشوفه دائما كل يوم بوجهك مثل ما شخص بعيد عنك نصفا بيصير دائما في اشتياق ودائما في شيء خبريات تخبروها بعض وتحكوا بعض هيدي الخبريات اللي بتغذي الحميميه يعني هي انه اثنين عايشين سوا بنفس البلد وعندهم علاقه اذا ما كانوا حميمين مع بعض اذا ما كانوا عم بيحكوا لبعض يعني اشياء العواطف تاعولن وهيك هون ما كثير العلاقه بتكون قويه اللي لاحظوا بالدراسات انه لما بيكون في اثنين بمسافات بعيده عم بيكملوا العلاقه هيدي الحميمه لما عم بيخبروا بعض كل شيء عم بيصير معهم بالنهار هيدي بتقربهم كثير لبعض خاصه لما عم بفوتوا بالتفاصيل طب لما بيغيب هيك ست اشهر ولما يرجع بتقول له حبيبي عملت شيء من وراي تعرفت على وحده من وراي شو بس بيلو جبتها لانه هيدي معقول ست اشهر ما عملت شيء لا حسب كم ستاج وينك وينك غمزت غمزي هيك على الماشي انت العلاقه تبعت اللونج ديستنس ما بتنجح لما بيكون فيها هيدا النوع من الشك اوكي لانه هيدي فعلا من خطوره هولي الشغلات ما فيك تراقب انت التليفون انه مرات كيف بدك بيكتشفوا انه هالشريك عنده علاقه مع حدا طلع مسج بالغلط على السكرين قفشته او قفشة مثلا ويا ما صار بس ايه بس بعرف بلاوي سو والدراسات بتقول انه اللي بيعيشوا بعاد عن بعض مش بالضروره يكون عندهم نسبه اعلى من انه يظهروا مع حدا تاني لا الريسك موجود اذا كانوا عايشين نفس السقف وعم بيخونوا بعض وايه سو مش هيدي المشكله، المشكله لما بيكون حدا من الطرفين شكاك وكل الوقت عنده هيدا القلق، هون بتخرب العلاقه تبعت اللي بتكون عن مسافات Absolutely. لانه بقعد ومحرقص انه الثاني شو عم بيعمل بس هون في ثقه بيناتهم متبادله هيدي اللي بتدعم الثقه
وانه انا بعدني ملتزم بهيدا الشريك، والشعور بالامان انه انا لا بدي نجح هيدي العلاقه. وكمان بيقولوا انه في كثير هلا كابلز عم بيكونوا رضاهم عن العلاقه كثير منيح مثلهم مثل اي كابل عايشين سوا. سو منا كثير خطره مثل ما الناس بتفكر. اذا بنرجع بنعيد، اثنين بيعرفوا بعض من الاول واضطروا لظرف ما كل واحد يعيش ببيت. يلا نكمل بس ناخذ اتصال معنا على الهواء. الو مساء الخير. الو مرحبا وسهلا. انا رحماني حسين الجزائر وعايز اشارك في البرنامج. اهلا وسهلا تفضل. انا اصلا مريت بتجربه يعني هكا يعني علاقه عن بعد. يعني عايز يعني راي الدكتوره. تفضل. يعني مساعده نصائح يعني ما تفيدنا بها. طيب تفضل خبرنا، انت تعرفت على واحده عن بعد، ساره اسرع شيء سيريو، خطوبه زواج ولا برك تعرفت؟ نعم علاقة عن بعد مع فتاة أمريكية. لكن لحد الساعة ما فيش شيء جديد. اوكي، حاب تعرف إذا ممكن تنجح ولا لا؟ نعم خاصة مع إنه الوضع يعني مع المحيط تاع الفتاة يعني ما شوي رافضين العلاقة. طيب اوكي، شكرا لك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. ها يا روح له يا جيلي. يعني انا بتمنى له التوفيق بس ما كثير فهمت. هو ربنا العلاقه اي بعده على علاقه بس عم بيقول هل يستمر فيها، هل ستنجح ام لن تنجح. ولا شوف اذا هو بالجزائر والفتاة بامريكا بده يكون فيها مجهود يشوفها. يعني هون اللي بيعرفتي بتقرب المسافات هي لما يشوفوا بعض. بس كمان هون في خطر انه لما بيشوفوا بعض بيكونوا اثنيناتهم اجازه فاكيشن مود، منهم بالوضع تبع حياتهم الطبيعيه. يعني رايحين انت لما بدك تروح هيك سفره نقاهه ما بتصير بتزحط كل شيء ممكن يزعجك انه بدك تنبسط، بتصير بتفرجي احسن ما عندك اكثر. سو ما بيكون كمان كثير الوضع على طبيعته بهيدي الظروف. بده يجرب قد ما في انه يحط حاله بمواقف متنوعه ليختبر برا لحتى يفهمها اكثر، لحتى يعني يمكن يخليها اضبط يعرف اكثر على حقيقتها. يعني يشوف كيف رديت فعلها بركي بتكون بتمثل مثلا. طيب ما يشوفوا بعض بعد العلاقه الطويله رح يكونوا مستحيين. بالضبط. رح ناخذ اتصال ثاني معنا. الو الو، شو فينا نقول للناس؟ يمكن انت قلتي بانه فعلا البعد المسافه في اشياء ايجابيه والعلاقه ممكن تنجح، في ناس ثانيه ما بتنجح. انا مثلا بخبرك في احدى صديقاتي مجوزه شخص هو عايش ببلد وهي ببلد، رغم انه هيدا هو كان الاتفاق. ار يو ويلينج؟ اي ام ويلينج. مستعده. أوكي. بعدين بلش النق بعد 6 أشهر، ما عم شوفك انت بعيد، طب كيف، طب انه ويكند ما بكفيني، طب ما بعرف شو، طب بلشت المشاكل والعلاقات. انه انا ذيس از نوت انف، رغم انه في البدايه هيدا كان هو الاتفاق، انه هيدا شخص ببلد وشغله ما فيه يترك، وهي قاعده ببلد ما فيها تروح لمكان ثاني. هي بتشتغل بس انه ما بعرف، يمكن فجأة صارت تشوف الناس عم يظهروا مع اجوازهم، يروحوا يتعشوا بيجوا بيروحوا هي لحالها، الكابلز عم يعملوا مشاريع، هي عم تعمل معهم مشاريع بس ما في جوزها. ما بعرف الشيء اللي كان متفق عليه صارت ما تقدر تتحمله وبالتالي ساءت العلاقه. شوف بتزبط اكثر هيك نوع علاقات لما بيكونوا اثنين مشغولين كثير، يمكن هي شغله ما اخذ كل وقتها، يمكن ما بتحب شغلها، فما في شيء، يمكن ما في اولاد كمان. مزبوط. ايه هيدا ما في اولاد، هيدا يعني هي لو عندها اشياء تشغلها اكثر او عندها حب انها هي تشتغل على حالها تعطي وقت لحالها لحتى تتطور تنجح العلاقه هون. بس يبدو انها من النوع الشوي الاتكالي اللي عم تطلع كثير على كمان غيرها شو عم يعمل. انا قلت لها انه هي هيدا هو كان مشروعها، هو مشروعها هيدا. قلت لها انه انت ذات واز مشروعك بالحياه هو الزواج. فانه هلا مش بايديكي، فحاسه انه لا بتعرف كم بيأثر كثير قديش الانفايرمنت، يمكن تأثير الاشخاص اللي حواليها انه وين ولي ما اجى معك كذا. ما هي هون هول الاشخاص بدل ما يدعموا يمكن هيدا بيحرقصوها زياده. صح. وهي عم تتاخد. فيعني نحن دائما بنقول انه لما الواحد بيكون مكتفي
ذاتيا، ما متكل كثير على شخص ثاني، هون كثير بيكون بامان اكثر. هول العلاقات بدهم الواحد كثير يكون مستقل، يعني قادر يدبر حاله، قلبه قوي ايه، ويصير يطلع حسناتها. وبتعرف امتى بتنجح العلاقه؟ لما بيكونوا اثنين متفائلين انه نحن بدنا ننجحها بكل الظروف. هلا هي يمكن عم بتشوف شو ناقص بالعلاقه، ما عم بتشوف على الادفانتج تبع العلاقه، ايه شو عنده. يعني هي جد في ناس بتطلبها هيك علاقات، انه كل واحد يكون بميله لحتى ينغمسوا اكثر بشغلهم، لحتى يتطوروا، لانه هلا في توجه صاروا انه الناس تشتغل على حالها وتتقدم بالكارير. في ناس بتتمنى، بس امتى بصير في خلل؟ لما بتكون الست مثلا هي عم بتضحي قدام هو مثلا انه عم يتقدم بشغله برا، وهي اللي قاعده مثلا وما عم تعمل شيء، او اذا بتشتغل وكمان صار عندها اولاد، يعني عندها مسؤوليتين، أوكي. شغلها والاولاد، هون بتصير في كثير اصحابها بيكونوا سائلين كمان خلص ايه ما داعمين يعني للاسف هيك الوقت بيمرق بسرعه معك دانيا، مش معقول خلص نسمعك حتى جو كمان ننبسط كثير بوجودكم معنا. ميرسي جو، ثانك يو، بسيتي لإلك، تحياتنا للمدام وللولاد. مبروك ما عملتوا ومبروك ايه عدد كم مشروع ناجح، برافو، هيك شجعتنا، خلص حنطت الخطوه. ميرسي كثير لكم، مكملين ببيروت، ما تروحوش بعيد، فاصل وراجعين، تفضلوا.